إحياء حيوانات منقرضة يثير موجة انتقادات. أعلنت شركة كولاسان أن هدف إعادة إحياء الآلاف من هذه الحيوانات الضخمة وراثيا بعد مرور آلاف السنين على انقراضها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت المعلومات أن علماء الأحياء في تلك الكليات يقودون منذ 8 سنوات فريقا صغيرا من الباحثين لتطوير الأدوات اللازمة لإحياء الماموث، معتبرين بدء عمل الشركة بأنها علامة فارقة ستحدث اختلافا كبيرا في العالم.